في هذا الفيديو سوف نجد لابلاس ترانسفورم اوب ان تي 2 تي سكويرد ماينس 8 اي تو ذا ماينس 3 تي بلس 6. وكما نعلم فان لابلاس ترانسفورم از ا لينير ترانسفورم, ولينير مينز انه عندي 1 2 3 functions, I will give every single one Laplace transform. بمعنى انه راح يصير عندي Laplace transform of 2t squared, بعدين لاحظ عندي minus, إذن minus Laplace transform of 8 e to the minus 3t, عندي plus Laplace transform of 6. بعد ذلك يا أصدقاء, طبعا احنا قدرنا نوزع Laplace transform لأن Laplace transform is a linear transform. بعدين زي ما انتم ملاحظين عندي هذا الكونستنت وعندي هذا الكونستنت, خليني أيضا أخليهم يكونوا خارج Laplace transform. We can take this one as a coefficient here, we can take this one out. طبعا ايضا هذا بسبب اللينير بروبرتيز للابلاس ترانسفورم. سو راح يصير عندي 2 لابلاس ترانسفورم اوف تي سكوير ماينس 8 لابلاس ترانسفورم اوف اي تو ذا ماينس 3 تي plus Laplace transform of 6. هنا يا أصدقاء راح أكتب ثلاث قواعد التي تلزمنا حتى نجد Laplace transform for every single part. كيف نجد هذا, كيف نجد هذا, وكيف نجد أيضا Laplace transform لكونستنت. قاعدة أولى تقول أن Laplace transform t to the n equals n factorial divided by s to the n plus 1. القاعدة الثانية, Laplace transform e to the at, we will take this a 1 over s minus whatever we have here minus هذا الكونستنت. و finally Laplace transform لأي real number a, أي real number هي a over s. So راح نستخدم هذول القواعد الثلاث حتى نجد 1 2 and 3. So it will be 2 times, كما ترى معي فإن n في هذه الحالة 2. So it will be 2 factorial divided by s, لاحظ انني يعني استخدم هذه القاعدة الآن, over n plus 1 n 2, لذلك it will be 3 minus 8 1 over, راح نستخدم الآن هذه القاعدة s minus a, a عندي equals minus 3, so s minus هذا العدد and this is minus 3, it will be plus 3 plus, الآن راح نستخدم القاعدة الثالثة, عندي number it will be 6 over s. بقي علينا أشياء جمالية بسيطة فقط, انه this is equal, this equals 2, so it will be 2 times 2 4 over s cube minus 8 over s plus 3 plus 6 over s. أصدقائي انتهت هذه المسألة, وابقى معنا حتى ترى المزيد من Laplace transform, وشكراً.